هذا السائل الأخ صالح يقول: كنت صائما فنويت أن أفطر في وسط النهار ثم تراجعت وأتممت يومي، فهل علي شيء في هذه النية؟ وماذا إذا كان صوم فريضة؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان هذا الصوم صوم فريضة وقطعت النية فإنه يبطل صيامك، ولكن تكمل اليوم بالإمساك تقضي هذا اليوم، لأن النية شرط لصحة الصيام، استمرار النية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الصيام إمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. أما إذا كان الصوم نافلة فإنه لا يبطل بقطع النية ما لم تأكل أو تشرب أو تتناول مفطرا، مجرد قطع النية لا يبطل صوم النافلة. نعم.